صباح الخير. صباح الخير يا ريس. ولا هيما فين ايراد الشهر ده؟ افتح الدرج هتلاقيه عندك في اول تقاطع على ايدك اليمين. اول تقاطع على ايد اليمين؟ ناقص تقول لي ده عند ميدان المكتب يعني. انا عارف بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ يا استاذ دوله شكلك مش مبسوط. مش مبسوط ايه؟ يا استاذ دوله شكلك مش مبسوط. اه طبعا مش مبسوط. انتوا بتستهبلوا؟ يعني ايه 600 جنيه ايراد الشهر ده؟ هم دول بقى اول عن اخر. وبعدين بقى كل سنه وانت طيب. ده النهارده اول مايو. اول مايو وفرحان قوي. ماله اول مايو؟ العيد القومي لانخفاض ايراد المطاعم يعني ولا ايه؟ لا يا استاذ دوله، اول مايو ده يعني الصيف، ولما الصيف بيجي الناس بتحتش اكتر، فيروح تقعد تشرب اكتر. هي دي النظريه يعني. دي نظريه هبله. يعني معنى كلامك ان انا المطعم ده احوله محل عصير في الصيف واجي احوله المطعم في الشتاء، مش كده ولا ايه؟ يا عم احنا مالنا، المهم ان احنا خدنا مرتباتنا. اه طبعا خدتوا مرتباتكم. وانا 600 جنيه دول هعمل بيهم ايه؟ دول ما يكفوش 10 ايام في اول الشهر حتى. 600 جنيه ما يكفوش 10 ايام في اول الشهر حتى؟ الله، انت بتودي الفلوس دي فين؟ بتودي الفلوس دي فين؟ بلعب بيهم قمار. انت مالك؟ انت مالك؟ ما انتوا طبعا قاعدين بتاكلوا في قد ما احنا، انتوا بتاكلوا الشغل يا انت وهو يا ده. سيب الطعميه اللي في ايدك دي يالا. يا استاذ دول لو في حد بيرضى يجي ياكل الاكل ده، في زبون جه حتى قال لنا صباح الخير. صباح الخير. اهو زبون ده ولا مش زبون؟ وقال صباح الخير ولا ما قالش صباح الخير؟ صباح النور، اهلا وسهلا، تحت امرك. عندكم سندوتشات فول وطعميه؟ طبعا عندنا سندوتشات فول وطعميه بكل الاحجام وبكل المقاسات وبكل الكميات. تطلب قد ايه؟ اديني ربع رغيف فول وربع رغيف طعميه. ربع رغيف فول وربع رغيف طعميه بس؟ معلش اصل عامل دايت. عامل دايت؟ يا عيني يا دايت يا عيني. طب ما قول لي هات لقمه احسن. تسمح تقول لي 600 جنيه دول هيكفوا ايه ولا ايه الشهر ده؟ اشرح لي يا استاذ. فناء انت اخر واحده تتكلمي في البيت ده، انت بالذات عندك دفتر حاطه فيه 10000 جنيه ما بتطلعيش منه، ما اللي بتصرفيه في البيت. لا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، ده عشان جهازها لما يجي لها عريس. عريس؟ دي بنت دي دي العريس؟ احنا كده بقى ضمننا ان الدفتر ده هيبقى فاضي على طول كده مش هيتفتح. شوف انا عايزه اعرف الايراد الشهر اللي فات كان 1500 جنيه، الشهر ده بقى 600 جنيه، انا عايزه اعرف سبب انهيار الدخل القومي الميتافيزيقي الاسري للبيت ده. معلش يا ابي بقى، هي المطاعم كده زي الدنيا، حبه فوق وحبه تحت. حبه فوق وحبه تحت؟ ده كده مش زي الدنيا، كده زي احمد عدويه. انا عايزكم تفكروا معايا بشكل عملي يا جماعه، الفلوس دي هتقضينا ازاي لغايه اخر الشهر؟ طول عمرك حكيم يا بابا، هو ده الكلام. يا سلام، طول عمرك حكيم يا بابا. اتفرجي بقى على الحكيم ده لما يبقى مفلس. بيبي انا ماليش دعوه، انا عايزه 150 جنيه ثمن الدروس الخصوصيه بتاعت ياسمين، و100 جنيه مصروفي الشخصي اليدوي. مفيش مصاريف شخصيه، حسوا بيها يا جماعه، حسوا ان انا معيش ولا مليم دلوقتي، مفيش غير 600 جنيه دول لاخر شهر. تقولي مصاريف شخصيه؟ وانا ما اقدرش استغنى حتى عن 200 جنيه من مرتبي، انا محتاجه مرتبي كله. انا في عريس هيجي يتقدمني ومحتاجه انزل شيء طعم جديد. يا سلام، عريس جاي يتقدم لك؟ طب ما تطلعي فلوس من اللي معاك، مش انت عامله الدفتر ده مخصوص عشان لو عريس يتقدم لك. واعمل حسابك على 300 جنيه لحمه وخضار طول الشهر. ماما الشهر ده ان شاء الله مفيش لحمه خالص، وبالنسبه للخضار مفيش خضار خالص. بالنسبه للاكل بقى انا هجيب لكم سندوتشات من المطعم اهو، يبقى برضو نفعنا المطعم اللي ما بيشتغلش ده. الله الله الله، يعني هنفضل طول الوقت بناكل ديليفري يعني تيك اواي؟ ايوه تيك اواي، وبلاش فقر وعنطزه يا حماتي. ابي عادل لو سمحت انت لازم تعمل حسابي في 100 جنيه علشان لازم اغير الهارد بتاع اللاب بتاعي. كلمه زياده، اللاب ده نفسه هيتباع. ما تحسوا بيا يا جماعه، حسوا بيا امال. يا موكوس يا موكوس، ما انت لو متوظف وظيفه حكوميه كده زيي كان زمان ليك مرتب شهري ثابت والدخل بتاع المطعم، كنت زمانك بتحوشه. يا سلام يا مدبره، وانا يعني كنت لقيت وظيفه وقلت لا؟ خلاص مالكش حجه، مالكش حجه. الحكومه اهي عامله مسابقه للوظائف الحكوميه، والعنوان اهو ونمره التليفون اهي. روح قدم، روح قدم واعمل حاجه عدله في حياتك. امسك. والله اقدم. ما اقدمش ليه بس؟ يعني معقوله بالسهوله دي هيقبلوني؟ يا بيبي ما تقولش كده، هم هيلاقوا احسن منك. هو انا رايح اخطب الحكومه يا رانيا؟ وعلى راي الشاعر ان فتك الميري اتمرخ في ترابه. ده شاعر من القوى العامله ده ولا ايه؟ حد عايز قهوه شاي بسكوت؟ طب بنظام بقى في الطابور منك ليه؟ انا مش عارف هيبقوا موظفين ازاي دول الطابور يا عم بقى. صباح الخير حضرتك، ده الدوسيه بتاعي وفي كل الاوراق المطلوبه. ايه ده؟ ايه ده؟
ازاي يا استاذ ده تجاهل الطابور ده كله وتجيلي كده فورا؟ حضرتك يعني انا قلت خير البر عاجله يعني. لك نفس تتريق وانت عاطل؟ يا عاطل وحضرتك بتزلني يعني عشان انا عاطل؟ يعني مش ذنب حضرتك ان انا عاطل يعني؟ امشي امشي يا ابني امشي هناك يا اخي طابور، يلا مع زملائك يلا. طيب حاضر، ما تزقش حاضر حاضر. يا نهار طابور، ايه ده كله؟ رايح فين؟ ده مكاني، وقف ورايا. مكانك ايه يا جد؟ انا قلت جاي اتقدم لحفيدك ولا حاجه. حفيد مين؟ انا جاي اقدم لنفسي. انت اسمك ايه؟ اسمي عادل سعيد حضرتك. وحضرتك؟ انا بهجت الاباصيري. بهجت الاباصيري؟ يا دفعه مرسي الزناتي بتوع مدرسه المشاغبين. حضرتك لسه بتخرج من المدرسه ولا ايه؟ لا انا اتخرجت من زمان قوي، بس نفسي اتوظف بقى عشان اكون مستقبلي. مستقبل مين يا عم؟ انت هتكذب. وريني يا سيدي. الله، برضو ختم النسر مش باين على شهادة التخرج. تروح الجامعة تجيب شهادة معتمدة من الجامعة وشهادة من اتنين موظفين بان الشهادة دي بتاعتك. اتفضل وابقى تعال لي بعدين. يلا. استغفر الله العظيم يا رب. يا فندم ده رابع مرة اجي لحضرتك بالورق بتاعي وتقول لي الشهادة مش بتاعتي. اعمل ايه عشان تصدقني يعني؟ اتفضل. احلف له قال عشان يصدقك. طيب لما تديني. ماله ده حاج بهجت؟ اسكت اسكت خالص، شكل شكور ده راجل رخم وغليس. اسالني انا. طبعا اسالك انت، بقالك 20 سنه بتقدم، اكيد بتقدم في الوظيفه قبل ما هو يتوظف اساسا. يعجبني فيك اصرارك وتمسكك بالوظيفه يا عم بهجت. ربنا يخليك ويكرمك يا سعاده البيه. يا سلام، هو قال لك كلمتين حلوين فرحت بيهم، ما انت بقالك 20 سنه بتسمعهم. اسكت انت، مالكش دعوه بهجت. روح انت يا عم باجه وباسال عن النتيجه بعدين. ربنا يخليك. اي أيوة والله ربنا يخليك. اتفضل حضرتك مع تحياتي. ايه ده ايه ده بني ادم انت؟ انت مقدم الدوسيه ده علشان وظيفه عند خطيبتك؟ حضرتك يعني عشان القلوب يعني؟ لا حضرتك، ده تعبيرا مني وحبا مني للوظيفه ان شاء الله. انت تهزر يا فندي؟ لا حضرتك ما هزرش، انا اسف جدا. يخرب بيتك، انا كان لازم اسمع كلامك واخد الدوسيه. يلا يا فندي يلا، روح اشتري دوسيه تاني وتعالى لي. اتفضل. طب حضرتك يعني بص، ممكن ادي حضرتك فلوس بتاع الدوسيه؟ امشي يلا، امشي ورا، جيب دوسيه تاني وتعالى لي يلا. حاضر، لازم اسمع كلام حضرتك طبعا، حبا في الوظيفه. ماشي، كل يهون عشان الوظيفه. يا سلام يا رانيا على سهولة تقديم الورق. أنا مش عارف بس مين اللي مطلع إشاعة إن مصر فيها روتين، معقولة؟ يا بيبي يعني أنت متأكد ومركز إن أنت مقدم الوظيفة دي في مصر القاهرة؟ طبعاً يا حبيبتي في مصر. أمال يعني هحترف برا؟ يا على السهولة والسلاسة والبساطة في تقديم الورق. يا سلام، احكي لي يا عادل، احكي لي كل شوق وعنين إني أعرف إيه اللي حصل معاك. عارفة في موظف هناك هو اللي استقبلني، يعني اسمه الأستاذ شاكر. صراحة الراجل ده يعني ذوق بشكل عجيب، يعني لدرجة عارفة الدوسيه بتاعي كان مقطع، راح هو بنفسه قام وراح اشترى دوسيه جديد على حسابي. لا والله للدرجة دي؟ ده راجل طيب موت يجنن. لا يعني صراحة بجد راجل ذوق جدا، وبعدين لا زحمة بقى ولا توابير ولا بهجة الأباصيري ولا أي. إيه إيه إيه، مين بهجة الأباصيري ده بقى؟ ده شاب صغير أصغر مني كمان، يعني كان رايح يقدم ورقه. بجد الناس اتعاملوا معاه بسهولة وببساطة من أول مرة كده، يعني أنا مش عايز أتكلم زيادة عشان ما أحسدهمش يعني. يا بيبي سيبك أنت، بكرة إن شاء الله تبقى موظف قد الدنيا كده وترد لهم كلهم الجميل لما تتوظف معاهم. ياه، أنا نفسي بقى أتوظف عشان أرد لهم الجميل. عادل، هو كان في سؤال كده يعني في خيالي وذاكرتي ومشاعري إن أنا أسأله لك إن شاء الله كده بكرة لما تبقى موظف كبير وتيجي وبتاع، هجيب لمراتك إيه؟ رانيا يا حبيبتي طبعاً وأنا راجع بقى من الوظيفة إن شاء الله هتلاقيني راجع شايل في إيدي بطيخة وفي الإيد التانية جورنال. جنب البطيخة كده الكيس اللي على جنب الصغير اللي فيه علبة صغيرة قد كده، يبقى فيها مثلاً خاتم ذهب، سلسلة ذهب، عقد ذهب، كولي ذهب. لا 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 لا، المرتب خلص من عند البطيخة أساساً. كولي ذهب، سلسلة ذهب، إيه يا ماما؟ يا سلام، ده حلم الوظيفة، ده حلم جميل وكبير وعظيم يا عادل. ادعي لي انت بس ربنا يكرم الاسبوع اللي جاي يبقى اسمي نازل في الكشوفات ان شاء الله، مربوطه على الدرجه الثالثه والناس درجات ومراجعات.
مرشح اخد التاسعة. أيوة. غير العلاوات ما عرفش لا كده ولا 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 كده. عادل سعيد، عادل سعيد. طب عادل بس، عادل ما فيش ولا عادل هنا. اعمل ايه عشان اتوظف بس يا ربي؟ ما تزعلش يا ابني، كان غيرك اشطر. قصدك كان غيرك اكبر. بقول لك ايه، انا ما توظفتش يعني، لا في حلاوه ولا بسكوت ولا غيره. طب بس يا عم، انت ايه مش عايز تتوظف؟ اه طبعا عايز اتوظف. حس كده بقى، انا رجب بير اسرار الاستاذ شاكر شاكور، ولو عاوز تتوظف صح يبقى لازم تعرف ان الواسطه. واسطه؟ ايوه، الواسطه اولا وقبل كل شيء. الواسطة فعلا، الواسطة غلبت الشجاعة فعلا. من الآخر كده، أنت عندك استعداد تدفع وتاخد وظيفة محترمة ولا تقضي طول عمرك كله جري ورا كشوفات زي جده بهجة الأباصيري؟ لا بلاش جده بهجة الأباصيري ده، أنا مستعد أعمل أي حاجة. أعمل إيه؟ أعمل إيه يعني أعمل إيه؟ يا عم استنى بس، أنت إيه هتصيح؟ الكلام ميبقاش هنا. استناني بعد ساعتين على القهوة. على القهوة ماشي، أنا هستناك من دلوقتي. ماشي. بالواسطة ها؟ كله بالواسطة، كله بالواسطة، كله بالواسطة. الاستاذ شاكر شاكور جاي لك مشكور عشان يحل لك مشكله الوظيفه دي، يعني المفروض تشكره وتشكرني وتشكر الظروف اللي جمعتنا. صدقني يا غريب، انا اول ما شفت الاستاذ عادل انا عرفت انه راجل محترم جدا، ويعني لو كان حصل حاجه في المكتب كده ارجو انها تبقى نرفزت مكتب. نرفزت مكتب؟ دي عامله زي نرفزت الملعب كده بالظبط ولا ايه يعني؟ طلباتك يا استاذ عادل، أؤمرني يا غالي يا ابن الغالي. إيه ده حضرتك يعني؟ ما شاء الله، أنت جوه المكتب حاجة وبره المكتب حاجة خالص، يعني أنت كأنك بتتحول يعني أستاذ شاكر. دمك زي السكر. طلباتك إيه يا أستاذ عادل؟ أستاذ شاكر، أنا طلباتي تتلخص في كلمتين اتنين فقط، عايز أتوظف. أيوة كويس أوي، إذا كنت عايز تتوظف وظيفة محترمة تبقى فتح مخك معايا، ولازم تعرف إن مفيش حاجة بتتعمل ببلاش. لا في حضرتك حاجة ببلاش. إيه هي؟ كلمني شكرا. أنا بعملها دايما. شكرا يا أستاذ. نعم. إحنا نقضيها هزار كده ولا يخش في المفيد على طول؟ من الآخر، إذا كنت عايز تتوظف وظيفة كويسة تدفع 10,000 جنيه. عشرة آلاف جنيه ليه حضرتك؟ حضرتك أنا لو عندي 10,000 جنيه ما كنتش هفكر إن أنا أتوظف أساساً يعني. هنا بقى الحسبة الغلط، لأن المبلغ اللي هتدفعه ده هتجيبه خلال سنة من الوظيفة المحترمة اللي هيجيبها لك الراجل المحترم، يعني المفروض تحترم وتحترمني وتحترم نفسك وتحترم الظروف اللي جمعتنا دي. أيوه. ايه كمية الاحترام اللي انت دخلت فيها دي؟ حضرتك أنا محترمكم، بس 10,000 جنيه دول كتير قوي يعني. أيوه بس مش كتير على الوظيفة. حضرتك يعني لو بفرض ان انا قدرت اجيب الفلوس دي، هي ايه الوظيفة اللي انا ممكن اتوظف فيها؟ تتوظف في حلم كل شباب مصر العاطلين امثالك، في الكهرباء. الكهرباء؟ واضح ان انت رئيس الهيئة عم راجب وعامل نفسك ساعي. زي ما قالك كده، هتتوظف في الكهرباء، ودي وظيفة حلوة قوي وميزاتها كتير وفلوسها كتير. اه طبعا الكهرباء معروفة، يعني الكهرباء بتكهربني وكهربك وكهرب رجب وكهرب القهوة كلها حضرتك يعني. بقولك ايه، في 1,000 واحد غيرك يتمنوا الوظيفة دي، وانا راجل كلمتي واحدة، تدفع وتقدم وتتابع معايا، بس على شرط. شرط ايه حضرتك؟ لما تيجي تسأل على الوظيفة احنا هنسميها الحاجة، بصفتك ابن خالتي. ماشي حاجة حاجة، وابن خالتك ابن خالتك، ما يجراش حاجة، المهم ان انا اتوظف. يا سلام يا سلام يا سناء، يا اختي يا حبيبتي يا جميلة. معقولة؟ معقولة الموقف البطولي اللي انت عاملاه ده بتديني تحويشة عمرك 10,000 جنيه عشان اتوظف ويبقى عندي وظيفة ثابتة؟ متشكر متشكر يا سناء يا اختي يا حبيبتي. وما تنساش برضو ان انا ما اديتكش الدفتر بتاعي الا لما مضيت لي على وصل امانة انك هترجع لي كل الفلوس دي في خلال سنة من الوظيفة، والا حرفة قضية بالوصل واخد حكم واسجنك يا حبيبي يا اخويا. يا سناء ما انت ماشيه كويس وزي الفل، ليه القلبه دي؟ ما انا لسه بشكر فيكي. خايفه عليك لا يضحكوا عليك زي كل مره. سلام عليكي يا ماما يا حبيبتي يا جميله، اهي ثقتك فيا دي هي اللي جايباني ورا. بيبي هو انا كان عندي كويستشن صغير جدا جدا، هل اختيارك لوظيفه الكهرباء كانت نابعه من الانر فيلينج، الرغبه الداخليه الانسانيه الجوانيه يعني كده؟ جوانية ايه وبرانية ايه؟ ولا اشتغل بتاع كاوتش يا جماعة، انا اشتغل في الكهرباء،
ولعلمكم بقى الكهرباء دي حلم لكل عاطل. للدرجه دي يا بيه وظيفه الكهرباء دي حلوه؟ اها طبعا دي كلها مميزات. يعني الحمد لله الحمد لله احنا مش هندفع كهرباطات تاني خالص. هو كده وبس. طبعا احنا اكيد طبعا مش هندفع كهرباء لانها شغال في الكهرباء. حاجه تانية انهم كمان بيدوني كل 3 شهور شهر كمان من الحوافز. وغير كده كمان في شهر 9 بيدوني مرتب شهرين زياده عشان المدارس. مدارس؟ وانت هتشتغل مدرس ولا كهربائي؟ كأني ما سمعتش السؤال ده. غير كده بقى كمان من المميزات بقى اللي في الوظيفة ان انا يا جماعة كل سنة باخد 2000 جنيه زيادة. وغير ال 2000 جنيه باخد عيدية مع الأعياد، عيد الكبير، العيد الصغير، عيد العمال، عيد الشرطة، كل الأعياد باخد 500 جنيه عيدية. طب وعيد الأم هتاخد كام؟ باخد خصم 3 أيام يا ماما. يا الله يا بيبي تثير اعجابي دائما وشوقي. بقولك يا بيبي انت عرفت المعلومات دي كلها منين؟ من رجب حوش من 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 يعني علاقاتي واتصالاتي الكبيره عرفت كل المعلومات دي الحمد لله. يعني تابع كويس مع الراجل اللي هياخد منك الفلوس اللي في الدفتر ده، شقى عمري ده، ايامي وليالي محفوره على الدفتر ده، ده انا اروح فيك السجن. عارف لو ما رجعتش الفلوس بالوصل هرفع بيه قضيه وادخلك السجن هقتلك يا عادل. معقوله؟ معقولة يا سناء تحبس أخوكي أهون عليكي؟ جيت لي هالجرح. أحبسك. تفضل يا فندم. أهلا 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 شاكر ابن خالتي. إزيك؟ إزيك يا عادل يا ابن خالتي؟ إزيك وإزاي الحاجة؟ الحاجة كويسة وبتسلم عليك. وبعدين أنا سمعت كمان إن خالتي اتكهربت الأسبوع اللي فات. أخبار الكهرباء إيه عندكو؟ طب روح انت دلوقتي. امرك يا استاذ شاكر. كنت هتودينا في داهيه بكلامك ده. وانا اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه انا يا استاذ شاكر؟ انا بقالي 3 اسابيع ما اقدم وحضرتك لسه ما ردتش عليا ولا وظفتني لغايه دلوقتي. بقول لك ايه، سيبك من حكايه الكهرباء دي، اصلها بتطول وصعبه قوي. صعبه يعني ايه؟ يعني هتوظفني لما يبقى سني قد الاستاذ بهجة الاباصيري كده ولا ايه؟ لا ايه رايك هوظفك في البترول. بترول؟ بترول دي وظيفة كويسة؟ كويسة قوي ومميزاتها كتير وفلوسها كتير، انت ما تعرفهاش. لو انا هعرف مميزاتها فين يعني حضرتك، انا بالنسبة للبترول لسه خايف. هو البترول وبس. الراجل قعد يتحايل عليا محايلة عشان افضل في الكهرباء. قلت له لا 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 لا، كهربة ايه؟ بترول لا اما فلا. ليه بقى يا ناصح في اما فلا؟ لان البترول صراحه فيه مزايا كتير جدا عن الكهرباء. يعني مش كلهم وظايف ولا ايه؟ لا يا ماما مش كلهم وظايف. يعني في البترول مثلا انا باخد مزايا كتير قوي. من المزايا اللي انا باخدها ان احنا بناخد حوافز بدون شغل خالص، والمرتب بيزيد اوتوماتيك من غير ما نعرف ليه بيزيد. وغير كده بناخد كمان حج وعمره على حساب الشركه دي، يعني كل سنه كل سنه حج وعمره، يعني مزايا كتير بقى بالهبل. وبعدين ايه بقى كمان؟ المرتب بيزيد اوتوماتيك، والترقيه بتبقى على حسب سلوك الموظف. كده ضمننا انك تترفد من اول شهر. الله عليك يا بيبي، الله عليك. اعجابي وتألقي جوه قلبي بيزيد عليك يوم بعد يوم. لا وكمان اللي انتوا مش عارفينه ان انا ايه، مش هشتغل في اي حاجه في البترول، ده انا هشتغل في اهم قطاع فيه، قطاع الانتاج. يعني هنشوفك في التلفزيون؟ والنبي يا جماعه، والنبي يا جماعه، حد يفهم ماما عشان خلاص صحتي بقت على قدي. التلفزيون يا ماما. يا ماما يا ماما استوبر دي مش معقول. طب ايه هي حاجات المميزات اللي هي ما بين الفرق ما بين الكهرباء وما بين البتاع البترول؟ البترول بصي بصي يا حماتي، انا لسه شارح حصل الحكايه دي، وبما ان انا هشتغل في البترول فما بحبش تكرير الكلام. انا هشوف لك وظيفه بديله عن البترول. وظيفه بديله عن البترول؟ ازاي يعني حضرتك هتشغلني في الطاقه الذريه؟ انا حبيت البترول قوي يا استاذ. لا معلش، ده الستات في البيت من كتر كلامي عن البترول كانوا قربوا يحفروا لي بير في الصاله. يا استاذ عادل دي وظيفه حلوه جدا. وظيفه ايه دي اللي انت عايز توظفني فيها؟ امن يا استاذ عادل. ايه امن؟ حضرتك انا دافع لك 10,000 جنيه عشان توظفني في الامن يا استاذ. ماله الامن يعني؟ ها واحد لاقي؟ ما تحمدوا ربنا يا اخي. مش عارف. لا لا لا، انا من الاول حاسس ان انتوا حراميه ونصابين. انا عايز ال 10,000 جنيه الرشوه اللي انا اديتها لكم. ايه ده ايه ده، انت سميتها رشوه؟ طبعا اسمها رشوه، امال اسمها ايه؟ نشوه. رشوه طبعا في الفلوس. انا كنت عامل حسابي. اتفضل.
وما اسمهاش رشوة. صلعنا اسمها رشوة. وبعدين الفلوس دي قليلة، انا مديك 10,000. كم دول؟ دول 5,000 جنيه حقك. 5,000 جنيه؟ لا يا استاذ، ازاي انا حقي 10,000 جنيه؟ فين الباقي؟ امال انا صرفت على الوظائف بتاعتك منين؟ ما من 10,000 جنيه. لا حضرتك ازاي، ده كده كل ده نصب. الو. ايوه وانا هتصرف معاكو. هتستقف يعني تعمل ايه؟ هتشوف دلوقتي. هتشوف ايه؟ اهلا يا استاذ شاكر، اتفضل معانا على الاسم. ايه اسم ايه؟ ايوه حضرتك اتفضل على اسم حضرتك. هو ده الراجل المرتشي اللي انا قلت لحضرتك عليه، وادي الفلوس عليها الارقام اللي قلت لك عليها، 200 200 200 200، هي دي الارقام. حضرتك يلا اقبض عليه، ومعانا التسجيل. فين التسجيلات؟ التسجيلات موجوده. سعداوي اللي هو شغال في القهوه معاه التسجيلات. فين التسجيلات يا سعداوي؟ فين اللي على الموبايل؟ تسجيلات يا باشا. الموبايل؟ موبايل يا باشا، انت ما قلتليش الموبايل اصلا معلوش تسجيل يا باشا. انت ما قلتليش الموبايل ما فيهوش تسجيل. امال ماسكه من الصبح عمال كده وعمال كده وعمال كده. الله، احنا اسفين جدا يا باشا، معناش تسجيل، بس سيادتك انا ممكن احلف. وهنا مسرع تابع مع الراجل هياخد فلوس منك. ده شقه عمري، ده شبابي اللي هيضيع هدر. رجعنا لورا عملنا الفاك. يلا خش في الكاسه. السلام عليكم. صحت ابو رمح ولا هيما؟ فين ايراد الشهرده؟ افتح الدرج هتلاقي عندك. انت حامي قوي. احنا نقضيها صار كده ولا يخش في المفيد على طول؟ بقول لك طب انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، يعني ايه دلوقتي الفرقات ما بين الحلاوه، ما بين البترول، وما بين قصدها تقول ايه المميزات؟ دلوقتي عايز انا اعرف ايه هو الحاجات المميزه في الفرق ما بين البترول وما بين